واستمرت المحاضرة لمدة 30 دقيقة تقريبا. خلينا نروح ونعرف تفاصيل أكتر من زميلنا أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. مساء الخير يا أمير. نور عليك يا محمد، تحياتي ليك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أمير، عايزين نعرف منك تفاصيل تمرينة اليوم، لقاء الداخلية على الأعتاب يوم الأربعاء المقبل. أكيد كانت النهاردة كان في تركيز كبير جدا من الكابتن حسام البدري على العديد من الأمور. طبعا النهاردة بيواصل النادي الأهلي تدريباته استعدادا للمباراة المهمة المقبلة أمام إن شاء الله يوم الأربعاء، وبعد كمان الفوز الأكثر أهمية على فريق الإنتاج الحربي بنتيجة 2-1 في مباراة يمكن كانت صعبة جدا، وكان الجهاز الفني حاطط عليها آمال كبيرة جدا في الفوز عشان الفريق يقدر يواصل انتصاراته المتتالية بشكل جيد جدا، ويبقى في طريقه إن شاء الله لتحقيق البطولة رقم 40 والبطولة الثالثة على التوالي في بطولات الدوري. بالتالي النهاردة المران ابتدى بالظبط يا محمد تمام الساعة 4 عصرا، وكان قبل المران في محاضرة بالفيديو كده من كابتن حسام البدري واللاعبين، والكلام كان على فريق الداخلية ونقاط القوة والضعف لهذا الفريق وضروري استمرار الانتصارات المتتاليه بالنسبه للنادي الاهلي عشان يقدر يفوز الدوري ويحسم الامور نسبيا ان شاء الله قبل المشاركه الافريقيه ومباراه منانا ان شاء الله يوم 6 مارس، تكون الامور خلاص شبه حسمت بالنسبه للنادي الاهلي عشان يتم التركيز بطريقه كبيره جدا في بطوله دوري ابطال افريقيا، وهي احد الاهداف المهمه جدا بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين بالطبع طبعا بالنسبه لكل جمهور النادي الاهلي. النهارده المران يمكن شارك فيه جميع اللاعبين، لكن تم تقسيم اللاعبين لمجموعتين النهارده لليوم الثاني على التوالي. اللعيبه اللي شاركت بشكل اساسي في المباراه السابقه امام الانتاج الحربي كان عندهم تدريبات استشفائيه، وده طبعا بسبب يا محمد زي ما انت عارف ضغط المباريات اللي بيتعرض ليه النادي الاهلي خلال الفتره السابقه بالتحديد خلال كل 3 4 ايام مباراه، فكان في حاله اجهاد اكيد بالنسبه للاعبين اللي بيشاركوا بشكل مستمر في المباريات، فبالتالي النهارده كانت تدريبات استشفائيه بالنسبه للاعبين الاساسيين. في المقابل كانت للمجموعه الثانيه تدريبات بدنيه قويه وبعض التدريبات الكره وايضا تقسيمه مع نهايه المران. لكن طيب زميلي امير، عايز اسالك على اللعيبه اللي عايده يعني فيها عوده من الاصابه زي سعد سمير، زي باقي اللاعبين عبد الله السعيد، باسم علي، كان ايه تدريباتهم النهارده؟ طيب خليني اقول لك بالنسبه لسعد سمير وعبد الله السعيد بالتحديد، هو سعد سمير خلاص جاهز من الناحيه الطبيه بنسبه 100%، لكن من الناحيه البدنيه بيتم تهيئه سعد سمير وزياده المعدل البدني بالنسبه له عشان يكون لائق بشكل اكبر للمشاركه في المباريات. فبالتالي النهارده صباحا بالتحديد الساعه 10 الصبح كان في تدريبات تاهيليه لكل من سعد سمير وعبد الله السعيد، واللي هو يمكن كان بيحاول او خلاص بيبقى عمليات استشفاء بالنسبه له من الاصابه اللي جات له في العضله الخلفيه. فالنهارده بالنسبه لسعد سمير اتمرن الساعه 10 الصبح صباحا، وايضا اتمرن في المران الجماعي بشكل طبيعي جدا مع الجهاز الفني ومع اللاعبين، ويعني كان نوع من انواع ارتفاع المعدل البدني بالنسبه لسعد سمير. اما بالنسبه لعبد الله السعيد فالتدريب النهارده ايضا كان تاهيلي بالنسبه له في الساعه 10 صباحا، وايضا تدريب مسائي بس مش تدريب جماعي طبعا، ايضا تدريب تاهيلي بالنسبه لعبد الله السعيد عشان يتم شفائه من الاصابه بشكل كامل عشان يرجع ان شاء الله في اقرب وقت ممكن يكون متاح للجهاز الفني واللاعبين. بالنسبه لباسم علي، باسم علي لسه بيستمر في التدريبات التاهيليه في الجيم، خصوصا باسم علي عنده زي طبعا اجهاد كده قوي شويه في العضله الاماميه بالنسبه، فلسه قدامه اكثر من يوم باسم علي عشان يشارك في التدريبات الجماعيه بشكل طبيعي. اما بالنسبه محمد لاحمد حمودي اللي اتعرض لالتواء قوي خلال مباراه الانتاج، ويمكن هو كان ظهر بشكل جيد وقدر انه يحرز هدف في هذه المباراه الهدف الاول بالنسبه للنادي الاهلي، فبالتالي احمد حمودي لسه يعني قدامه بتاع حوالي 10 ايام كده على حسب طبعا كلام دكتور خالد محمود طبيب الفريق عشان يقدر ان شاء الله يخش في التدريبات الجماعيه مع اللاعبين، لكن حالته مطمئنه يعني الحمد لله ما فيش. طيب شريف اكرامي شريف اكرامي كان غاب عن تمرين امبارح بسبب الالام، النهارده شارك بصفه عاديه؟ اه شريف اكرامي بيشارك في التدريبات بشكل طبيعي جدا وجاهز للمشاركه في المباريات على حسب طبعا الرؤيه الفنيه واحتياج الكابتن حسام البدري دي في اي مباراه مقبله، ويمكن هو كان شارك في المباراه اللي قبل اللي فاتت طبعا امام النصر وادى بشكل جيد، لكن هو كان يمكن عنده اصابه خفيفه جدا وقدر ان هو يشارك في التدريبات النهارده بشكل طبيعي جدا. محمد فخري لاعب الشباب لاعب 99 القادم من غزل المحله شارك النهارده في التمرين. اه كان عنده بعض التدريبات التاهيليه ايضا عن طريق طبعا الجري حوالين الملعب، وخصوصا يمكن هو عنده بعض الاجهاد بسبب المشاركه مع فريقه في قطاع الناشئين في النادي الاهلي، لكن بصراحه يعني هي كانت تدريبات بدنيه او تدريبات تاهيليه بالنسبه لمحمد، ان شاء الله يكون لائق ايضا في اقرب وقت ممكن، ويعني هو ممكن ما يكونش ليه دور قوي خلال المرحله المقبله محمد، وخصوصا ان الفريق داخل على البطوله الافريقيه وكابتن حسام البدري عنده حسابات معينه وعنده لاعبين
جاهزين ومقيدين في القائمه الافريقيه، وهو اللي هيتم الاعتماد عليهم من قبل الجهاز الفني. طيب الزميل امير، بالنسبه للتقسيمه كان تم المشاركه، اللعيبه اللي شاركت في اللقاء خدوا راحه من التقسيمه ولا شاركوا فيها بعد التمرينات الاستشفائيه؟ لا، زي ما قلت لك، هو بعد ما اللاعبين عملوا التدريبات التشريعيه، وهم اللاعبين الاساسيين، ده كلامي عن اللاعبين الاساسيين، كان عندهم بعض التدريبات ايضا في الجيم، لكن ما شاركوش خالص في التقسيمه اللي كانت مع نهايه المران. التقسيمه دي كانت مخصصه للاعبين اللي ما شاركوش في اخر مباراه، وادوا بشكل جيد جدا خلال التقسيمه. وبشكل عام يا محمد، خليني اقول لك ان جميع قائمه النادي الاهلي، كل اللاعبين المتفاحين اللي ما عندهمش اي اصابات، كلهم بحاله فنيه وبدنيه مميزه جدا، وجاهزين بشكل كبير جدا لاي لقاء او اي وقت يطلبه الكابتن حسام بدري يدافع بيهم. وزي ما شفنا في كان في مثل، اكثر من مثل طبعا، خلال المباريات السابقه، زي احمد حمودي وابي ميدو جابر واكثر من لاعب كابتن حسام بدري عند الاحتياج ليهم، بيكونوا في الموعد وبيقدروا يؤدوا بالشكل المطلوب ونفس الشكل اللي بيأدي فيه اللاعبين الاساسيين. وده احدى الاهداف المهمه ايضا من كابتن حسام بدري، هو تجهيز اكبر كم ممكن من اللاعبين تحسبا للاحتياج ليهم خلال الفتره المقبله. وزي ما قلت لك، اكيد مع فترة مهمة زي فترة حسم بطولة الدوري، وايضا فترة مهمة وهي بداية بطولة دوري ابطال افريقيا، وهدف جديد بالنسبة للنادي الاهلي ان شاء الله. عايز اسالك عن مستوى مروان النهارده، كنا سامعين انه متألق في تمرينة اليوم. مروان محسن بالفعل، مروان محسن شارك في التدريبات النهارده بشكل جيد جدا. هو كان طبعا خلال المباراتين السابقتين كان متاح بالنسبه للجهاز الفني، وشارك في بعض الدقائق في مباراه النصر. المباراه اللي فاتت كان هينزل في الشوط الثاني، لكن لما اجاي حط الهدف كابتن حسام بدري غير رايه ونزل حسام غالي عشان في مجريات الامور بالنسبه للمباراه وحسابات الكابتن حسام بدري. فبالتالي مروان محسن النهارده كمان في خلال التقسيمه احرز اكثر من هدف، وكان ظهر بشكل اكثر من رائع. واضح ان مروان عنده اهداف على المستوى الشخصي يا محمد مهمه جدا بالنسبه له، هو شاركه في المباريات والتألق ومن ثم الانضمام لمنتخب مصر في كأس العالم ان شاء الله في شهر 6 المقبل، ودي احد الاهداف المهمه جدا بالنسبه لمروان محسن. فالنهارده اعتقد تألقه كان بدايه ان شاء الله لعوده مروان محسن بقوه خلال الفتره المقبله. عايز اسالك ايضا على احمد ياسر ريان وباقي المهاجمين، باين ان في تركيز كبير جدا في الفتره اللي جايه، كل بيحاول ان هو يشارك امير زي ما انت بتقول. بالظبط، طبعا هو اي طموح بالنسبه لاي لعيب هو المشاركه في المباريات، فبالتالي عشان يشارك في المباريات لازم يتالق خلال التدريبات، لازم يقنع الجهاز الفني بقياده الكابتن حسام البدري بالشكل المطلوب عشان يقدر يدفع بيه خلال المباريات. فاكيد احمد ياسر ريان من اللاعبين الواعدين جدا في صفوف النادي الاهلي، واللي بيأدي التدريبات بشكل مميز جدا، وبيتالق خلال التدريبات وخلال التقسيمه كمان بيقدر يحرز اكثر من هدف بشكل رائع، وهو عنصر مبشر في صفوف النادي الاهلي من الناحيه المستقبليه يا محمد. اكيد طموح اي لاعب من لاعبي النادي الاهلي الفتره الحاليه هو المشاركه في المباريات، فبالتالي لابد من الاجتهاد بشكل قوي جدا في التدريبات عشان يقدروا ان هم يشاركوا ويثبتوا وجودهم ان شاء الله، ويحققوا ذاتهم ان هم ان شاء الله يساهموا مع النادي الاهلي في مختلف المباريات ومختلف البطولات المهمه المقبله ان شاء الله. امير، غدا تمرين النادي الاهلي الساعه كام؟ ان شاء الله مران غدا هيكون تمام الساعه 3 عصرا، بعد او قبل مران كمان خليني اقول لك هيكون في محاضره اخرى بعد المران. طبعا كابتن حسام بدري هيحدد القائمه الخاصه بمباراه بعد غد امام فريق الداخليه، وهيتم تحرك الفريق لاحد الفنادق القريبه من ملعب المباراه، ملعب بيتر سبورت، ومباراه اكيد الساعه 6 مساء. وان شاء الله هيكون فور وصول الفريق لاحد الفنادق، ان شاء الله هيكون في محاضره اخرى عقب العشاء بالنسبه لكابتن حسام بدري واللاعبين، عشان يتم الاستقرار بشكل اكبر على طريقه والاسلوب اللي هيلعب بيه كابتن حسام البدري في هذه المباراه. وان شاء الله خطوه جديده محمد، النادي الاهلي يقدر من خلالها ان هو يقرب يحسم بطوله الدوري بشكل كبير جدا، خلاص اعتقد 7 نقاط والنادي الاهلي يحسم البطوله بشكل رسمي، وده الهدف المهم. وخليني اقول لك ان في هدف ثاني ايضا يا محمد، هو كسر الرقم القياسي بالنسبه للنادي الاهلي في الفوز المتتالي. يمكن النادي الاهلي كان قدر ان هو يفوز في احدى الاعوام، يعني تحديد 2005 2006 النادي الاهلي حقق رقم قياسي كبير جدا، هو فوز في 21 مباراه متتاليه. فبالتالي النادي الاهلي حتى الان 13 فوز متتالي، ان شاء الله المباراه القادمه ب 14، وده هدف من اهداف الجهاز الفني لكسر الرقم القياسي المكتوب باسم النادي الاهلي في تاريخ بطوله الدوري بشكل عام وتاريخ الانديه المصريه، وده اللي مركز عليه ان شاء الله الجهاز الفني واللاعبين خلال المرحله المقبله. زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله القيمه.